فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز أن ينوي المسلم نيتين بالصوم مثل صيام يوم عاشوراء ويوما قبله وبعده، وينوي أيضا صيام 3 أيام من كل شهر؟ صيام عاشوراء مستقل، قيام يوم قبله أو بعده الصيام مستقل، 3 أيام من كل شهر هذه عبادة مستقلة، فلا يدخل هذا في هذا. يصوم 3 أيام من الشهر ويصوم يوم عاشوراء ويوم قبله أو يوم بعده. نعم.